بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في هذه المحاضرة راح نبدأ أول الخطوات في حل معادلة شرودنجر. راح نشوف في هذه المحاضرة كيف ممكن نطبق معادلة شرودنجر غير المعتمدة على الزمن لحل بعض الأنظمة بسيطة. اللي هي exact solution of time independent Schrödinger equation. أول نظام راح نتناوله اللي هو يمثل الحركة الانتقالية، والنموذج اللي راح ناخذه اللي هو particle in a box، جسيم داخل الصندوق. الحركة الثانية اللي تم حل معادلة شرودنجر لها بشكل دقيق اللي هي تمثل الحركة التذبذبية vibrational motion، والنموذج اللي راح نتناوله اللي هو الهارمونيك اوسيليتر. النظام الثالث اللي هو يمثل الحركة الدورانية rotational motion، والنموذج اللي راح نحله يطلق عليه ريجيد روتر اللي هو الدوار الصلب. وآخر نظام تم حل الـ Time Independent Schrödinger Equation لإله اللي هو ذرة الهيدروجين. طبعا هون نحن نحكي عن الحلول الدقيقة للمعادلة، الحلول الدقيقة للـ Exact Solution، إنه فقط هاي المعادلة معادلة شرودنجر فقط تم حلها بشكل دقيق إلى أربع أنواع من الأنظمة. على خارج هاي الأنظمة تم حل معادلة شرودنجر لها، لكن بشكل تقريبي، بشكل معناته معادلة شرودنجر لها نوعين من الحلول. معادلة شرودنجر أو تايم اندبندنت شرودنجر كويش لها نوعين من الحلول. النوع الأول اللي هو ايش مكانه بدك سوليوشن، حلول دقيقة. والنوع الثاني من الحلول اللي هي الحلول التقريبية approximate، حلول تقريبية. طيب حتى نتعرف على المعادلة راح آخذ نظام عام. قبل ما أدخل بالأنظمة راح آخذ نظام عام جدا اللي هو free particle in one dimension. هاي particle يتحرك بشكل حر بدون قيود أو حدود، يعني مدى الحركة تبعته من مايلس انفينيتي تو انفينيتي، فهو بتحرك في وان دايمنشن. طبعا في وان دايمنشن هاي الاتجاه اللي بتحرك فيه لو ايش اكس دايركشن على محور السينا. هذا البارتيكل يتحرك على محور السينات. هل مثل ما اخذنا عدة مرات انه فري بارتيكل، على ما انه free particle is not subjected to any forces، فيش اي قوة مؤثرة عليه، ما في اي قوة خارجية مؤثرة على هذا البارتيكل. القوة المؤثرة عليه f x equal 0، وترى طاقة الوضع له راح تكون ثابتة. ومثل ما بنعرف انه العلاقة بين طاقة الوضع والقوة هاي العلاقة بينهم، انه طاقة الوضع اللي هي ماينس ايش تكامل القوة. على ما انها القوة هاي حكينا عنها المؤثرة عليه لانه فري قيمتها زيرو هيها، فبالتالي احنا بنعمل تكامل للصفر اللي هو ثابت، وهذا ثابت انا اخترته. اوكي قيمته زيرو، اختياره طبعا علمي لانه مثل ما حكينا قبل هيك للتأكيد انه اختيار الارتفاع في تحديد طاقة الوضع هو اختيار افتراضي، فانا بدي اختار الارتفاع قيمته زيرو. يعني كأنه بحكي هلا شوف طاقة الوضع بتعتمد على الارتفاع، طاقة الوضع تعتمد على الارتفاع، يعني اللي قانونها ايش ام في جي
فئات قانون طاقة الوضع. أم هو كتلة البارتكل، جي اللي هو تسارع الجاذبية الأرضية، واتش هو ارتفاع البارتكل على الأرض. هلا أنا كنوع من نوع من التبسيط بدي أختار قيمة اتش زيرو. إيش معنى زيرو؟ اللي بدي أفترض إنه هذا البارتكل ما بيرتفع على الأرض، إنه فعليا يتحرك على سطح الأرض. هاي يعني معنى اتش زيرو إنه هذا البارتكل يتحرك على سطح الكرة الأرضية أو على سطح الأرض، وبالتالي الارتفاع زيرو، هو طاقة الوضع زيرو. وهذا حكينا مبدأ من مبادئ الفيزياء في تعريف طاقة الوضع، وحكيناها وبعيدها كمان مرة فيزيائيا بحكوا انه تحديد الارتفاع في تعيين طاقة الوضع هو تعيين افتراضي، arbitrary choice. بالتالي انا بدي اختار هذا الارتفاع قيمة الزيرو، وبالتالي اخترت قيمة ارتفاع بالصفر، هاي النتيجة النهائية. وبالتالي ان هذا البارتكل مع انه free particle طاقة الوضع له زيرو، كان هاي النتيجة احنا ممكن نطبقها دائما يعني في حتى في اي 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 نظام اخر. يعني خلاص بمجرد ما حكينا انه البارتكل فري مباشرة بعد طاقة الوضع له صفر مباشرة دون الخوض في شو التفاصيل هاي. اوكي معناته الطاقة الكلية لهذا البارتكل، احنا بنعرف ان الطاقة الكلية للبارتكل عبارة عن طاقة حركة وطاقة وضع. الطاقة الكلية لأي نظام، الطاقة الكلية لأي نظام مثل ما بنعرف انها عبارة عن طاقة حركية كينتيك انرجي، خلينا نعطيها حرف تي، وطاقة وضع هي الطاقة الكلية والطاقة الكلاسيكية. على بما انه طاقة الوضع زيرو، بالتالي الطاقة الكلية عبارة عن طاقة حركية فقط. الطاقة الكلية عبارة عن طاقة حركية فقط. أنا طبعا برضو الخطوات اللي أخذناها بالفرضية الثانية اني بدي أحول الطاقة إلى الأوبريتر، يعني بدي أنتقل الفرضية الثالثة. حكينا كل كمية فيزيائية موجودة بالكلاسيكال إلها، خذناها المحاضرة الماضية، كل كمية فيزيائية موجودة في النظام الكلاسيكي إلها ما يقابلها بالكوانتم، اللي هو اللي حكينا عنه هيرميشن أوبريتر، إنه بحول الكمية إلى المؤثر، وهي اللي عملناها هون، بحول الطاقة إلى الأوبريتر، فإي بتتحول للهاملتونيان، وتي بحولها للأوبريتر، وفي طبعا في ما تأثرت لأنه أوريدي طاقة الوضع زيرو، فبالتالي معناته الهاملتونيان، الهاملتونيان عبارة عن طاقة حركية فقط، الهاملتونيان عبارة عن طاقة حركية فقط. اوكي يعني كانت تي عبارة عن اي عبارة عن تي، بعدين حولت كونفيرت اوبريتر الى اي تتحول للهاملتونيان، تي برضو حولها للأوبريتر. وبرضو طبعا إذا بتمشي بالخطوات كاملة أنا، لكن ما في داعي لها، هل حكينا العلاقة بين تي والمومنتم كانت تي عبارة عن في إكس تربيع على 2M في الأوبريتر المحاولة، يعني هاي راح تكون هيك المحاولة، هيك راح تكون في هات أوبريتر تربيع طبعا الثابت الأوبريتر ما بأثر عليه، ما بأثر عليه. وبي بعض أخذ التعريف فإحنا اللي هي كانت بي عبارة عن H بار على اي، التعريف خدناه اللي هو دي على دي اكس،
فباخذ بربعها وبدخلها هون وبعطيه بالاخير هيك. طبعا هاي الاوبريتر للكينيتيك انرجي في وان دايمنشن، برضه هلا اعطيناكم اياها المحاضره الماضيه اتوقع او اللي قبلها، اعطيناكم اذا النظام في وان دايمنشن في التو والثري شو العلاقه بين تي كيف بحول تي للاوبريتر، فهي برضه ممكن تكتبوها كما هي مباشره دون الخوض بتفاصيل هاي. عند حل مثال ممكن مباشره احكي بما انه النظام في وان دايمنشن هاي علاقه تي او تي هات تكبر، لان هذا وان دايمنشن، النظام عندي في وان دايمنشن في بعد واحد. طبعا هاي جبناها من خلال تفاصيل هاي، طبعا شرحت لك اياها المحاضره قبل الماضيه او قبل محاضرتين. anyway هلا time independent Schrödinger equation تعطي بهاي المعادلة h في psi equal e في psi. هلا الهدف اني انا بدي اعرف الاي الهاملتونيان، اذا دخلت تعرف الهاملتونيان هايو الهاملتونيان عبارة عن تي فقط كيو تي هيها، هذا هي الهاملتونيان، هذا هو تعريف هذا هون هو الهاملتونيان اللي هو عبارة عن طاقة حركية فقط، هذا اللي هو هذا عبارة عن ايش تي هات، لان الهاملتونيان مثل ما حكينا هون عبارة عن طاقة حركية فقط، الهاملتونيان عبارة عن طاقة حركية فقط في بساي في اي بساي، هاي عبارة عن معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية، هاي عبارة عن معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية. هلا حتى احل المعادله هاي عاده بحب اتخلص من هذا الكوفيشنت اللي هون، اتخلص من هذا الكوفيشنت فبضرب طرفي المعادله في ايش في ماينس 2 ام على اتش بار سكوير حتى اعمل كوفيشنت لهذا واحد، فبضرب الحدين الحد الفون والحد الفون فبيطلع معي المعادله بهذا الشكل، هذا صار كوفيشنت له واحد اللي هو دي سكوير على دي اكس سكوير هيو في الدالة الموجية ايكوال ضربنا الاي هون، ضربنا الاي في هذا الكمية، ضربنا الاي في هاي الكمية مع اشارتها لماينس 2 ام على اتش بار سكوير في اي في بساي، هاي اي في بساي الخطوة اللي بعدها بعمل شوي ريارينج ممكن اعمل، لكن قبل هيك هلا الماينس 2m على h بار سكوير كلهم ثوابت هذول 2m، اما هي كتلة البارتكل و e الطاقم هي ثابتة و h بار هي h على 2pi ثابت، فهذا كله بدي اعبر عنه بثابت واحد اللي هو k سكوير، هذا كله بدي اعبر عنه بثابت واحد اللي هو k سكوير. ليش ما حكيت عنه k فقط؟ بين معنى الان يعني لناحيه رياضيه معينه. هلا طبعا احنا بنعرف اذا كي ثابت مربع ثابت ثابت، لو اخذت لوج ثابت يبقى ثابت، لو اخذت جذر ثابت يبقى ثابت، يعني ثابت اي عمليه رياضيه بجريها عليه يبقى هو ثابت. اوكي انا بعيد، انا بدي افترض قيمه الثابت مش كي، كي تربيع. هلا بين معنى ليش ما افترضت كي حتى يعني يعطيني الشكل، انا افترضت كي تربيع حتى يطلع معي شكل بتمكن من حله، شكل او صيغه رياضيه بتمكن من حلها. anyway معناته انا بدي افترض قيمه ماين بدون الاشاره 2 ام اي على اتش بار تربيع كي تربيع، هاي الاشاره بقيت هاي المعادله انتقلت من هون لهون، انا ها حد شمال هاي ما في مشكلة، الجهة الثانية شات النيجاتيف هيها، هلا 2 ام اي على اتش بار سكوير اعطيتها كي تربيع في بساي، هلا هذا الحد وديه لجهة الشمال صار موجب، هاي صار موجب. هلا عندي حدين، شو المشترك بين الحدين؟ المشترك هاي الدالة الموجية باخذها مشترك بينهم، المعادلة هيها هاي المعادلة حكينا المشترك بينهم اللي هي الدالة الموجية بساي، هاي ناخذها مشترك، هاي اخذناها مشترك وطلعناها. هلا بين عندي اهمية كي، هلا شوفوا صار عندي هاي
عبارة عن مجموع مربعين، مشان هيك ما اختار التكية، مشان هيك ما اختار التكية تربيع حتى أتمكن من حلها، حتى أتمكن من حل إيش المعادلة التفاضلية. اوكي، معناته عندي مجموع مربعين، كيف بحل مجموع مربعين أنا؟ أقول ما أشوف، لو عندي معادلة بسيطة بهذا الشكل، ها إكس تربيع بلس 1 إيكوال 0. طب عارفين الواحد عبارة عن واحد تربيع، يعني هاي عبارة عن معادلة بسيطة عبارة عن مجموع مربعين اللي إكس تربيع زائد واحد تربيع، والواحد تربيع واحد، ها حط عليه تربيع. ايش قيمة اكس تحقق حل المعادلة هاي؟ وفعليا رياضيا ما لهاش حل المعادلة، ما لها حل حقيقي، لأن المعادلة هاي بسيطة جدا، لكن فعليا ما لها حل حقيقي، لأنه لا يمكن، لأن تعرفين أي كمية باخذ بربعها لابد تعطيني قيمة موجبة، فأنا بجمع قيمتين موجبتين مع بعضهم البعض، بجمع قيمتين موجبتين، هاي القيمة الموجبة الأولى، هاي القيمة الموجبة الثانية، نجمعهم مع بعض. الإجباري لابد يعطيني إيش؟ قيمة موجبة، لابد يعطيني موجب. على كيف أعطاني الصفر؟ لا يمكن، لا يمكن أن أجمع قيمتين موجبتين، لا يمكن أن أجمع قيمتين موجبتين يعطيني الزيرو. لما أجمع قيمتين موجبتين بيعطيني قيمة موجبة أخرى. عشان هيك مجموع مربع كميتين يعطيني زيرو، هذا ما له حل حقيقي، له حل تخيلي، له حل تخيلي بهذا الشكل، بهذا الشكل، لأن هاي المعادلة هيك حلها، هاي المعادلة هو هيك حلها، ماينس اي اكس بلس اي ايكوال زيرو. الى حل تخيل، ونعرف الاي ايش هو الاي؟ حكينا عن كومبلكس نمبر اللي هو الجذر تربيعي لماينس واحد. اذا هاي المعادلة اللي هي مجموع مربع كميتين لها حل تخيلي في اي، في اي. طيب بهذا الشكل هلا عندي حالتين، هاي الحالة، هاي الحالة الأولى، هاي الحالة الثانية. يعني أنا فعليا في هذا اللي عملته إني عملت المعادلة التفاضلية من الدرجة الثانية، من الدرجة الثانية عملتها عبارة عن معادلتين من الدرجة الأولى، عملت لها ريدكشن. على معادلات الدرجة الأولى تحل مباشرة، أشوف نقطة الحالة الأولى هاي، يعني باقي عندي ضرب كميتين، الكمية هاي ضرب الكمية هاي، طبعا تنتين مضروبات في ايش؟ في ساين، بعطيني الزيرو. فبناخذ الحالتين، بدي اشوف اخذ الحالة الأولى، يعني هاي فيها النيجاتيف مضروبة في ساي يكوال زيرو، هاي الحالة الأولى، هاي الحالة الأولى دي على دي اكس، هاي في الحالة الأولى ماينس اي في كي في الدالة المجهولة، اعطيت رقم واحد هون، هاي اعطيت رقم واحد حتى لو عندي حالتين 1 و 2، يعني اعطيت رقم واحد عشان ابين انه هاي الداله الموجيه اللي اجت نتيجه حل الحاله الاولى كيس 1. انا طبعا ايش وزعت داله، دخلت الداله الموجيه على الحدين، عندي حدين هون اللي هو المشتقه هيها، يعني دخلتها بصاي على الحدين هون وهون، دخلتها شايفين هون، يعني بدي احلها. عادة حل معادلات تفاضلية بالطريقة هاي، بدي اوزع المتغيرات كلها، بعد اعمل فصل للمتغيرات، فصل المتغيرات، شايفين شو عملت هون؟ كيف انتقلت من هون لهون؟ انا هون لسه الخطوة الأولى هاي، يعني حتى ابدا احل وديت الجهة هاي على اليمين، صارت موجبة. انا شو عملت هون؟ بدي اعمل فصل المتغيرات، شايفين؟ قسمت طرفي المعادلة على بساي 1 هون وهون،
هون وهون اوكي، وضربت المعادلة في ايش؟ في دي، في دي اكس ضربت، تطلع معي المعادلة بهذا الشكل. اوكي انا اطلع منها. هاي اللي عملناها هون، قسمت طرفي المعادلة على طرفين، على ساي 1 وهاي على ساي 1. على هاي راح تروح مع هاي، على هاي ما بتروح مع هاي لان هاي مشتقة، هاي جاي في المشتقة هون، هاي دي بساي. وضربت الطرفين في دي اكس، ضربت الطرفين معنا، فهاد اللي هون راح، راح مع هاي، فايش هي آلة المعادلة؟ بهذا الشكل اللي هو دي بساي 1 هيها على بساي 1 قسمناها. هلا المشتقة هاي دي اكس راحت من هون، وجهة ثانية اللي هو اي في كي في دي اكس، عملت فصل المتغيرات. لابد حتى احل اي معادله تفاضليه لابد ان اعمل ايش؟ فصل للمتغيرات. بعدين الخطوه اللي بعدها بعمل انتجريشن، بعمل تكامل للطرفين. على شو تكامل؟ مشتق الاقتران على الاقتران اللي هو اللين، اللين. وهاي ايش تكاملها؟ على اي في كي هو ثابت، بخرج بالخارج هون. ايش تكامل دي اكس اللي هي ايش؟ اكس راح تكون معناته هاي تكامل اللي هو اللين، وهاي عباره عن اي في كي طلعناها للخارج، وكملنا دي اكس اللي هي ايش؟ اكس، وحطينا ثابت التكامل لان ما مش حاط حدود للتكامل، هذا الاي عباره عن ثابت التكامل. انا دائما لما بدي احل معادله تفاضليه انا بدي الاقتران، ما بدي لين الاقتران، انا ما بدي اياها، يعني بدي الاقتران بشكله المجرد، ما بدي لين الاقتران، يعني لين الاف مثلا او لين الجي ما بدي اياه. فبدي اتخلص من اللين، فبرفع المعادله كلها للاي، باخذ الاكسبوننشال لها. اوكي، واخذت الاكسبوننشال للاي، طبعا الثابت هذا من وين اجى؟ من هون لما رفعت المعادله الاي، بترفعها كلها للاي اللي هو اي اي. هلا اي ثابت، وحكينا من شوي الثابت اي عمليه رياضيه بجريها على الثابت يبقى ثابت، يعني الكي ثابت، حكينا كي تربيع ثابت، لان الكي ثابت، الجذر الثالث او الجذر الرابع للكي ثابت، يعني اي عمليه رياضيه بجريها على الثابت يبقى ثابت. هلا بما انه اي ثابت، اي ثابت، لما ارفع اي الى ثابت بده يعطيني ثابت. هلا اي اي بتحطها بدل ما اخليها اي اي بدي احطها ثابت جديد اللي هو ايش؟ اي 1 اللي هو هذا، هي لو ثابت يعني هذا عباره عن ثابت التكامل. اذا هاي حل الحاله الاولى، الحاله الاولى هاي الحل النهائي لها. طيب الحاله الثانيه عاده لا تحل، ليش؟ لان نفس الطريقه. شوف شو الفرق بين الحل الاولى والثانيه في الاشاره، الفرق بين الحل الاولى والثانيه في الاشاره. فأنا فعليا ما راح احل الحاله الثانيه بتفاصيل هاي الهون، راح اقول الحل من الداله الموجيه، الداله الموجيه اللي جاي نتيجه حل الكيس 2 نفس الحاله الاولى لكن فرق اشاره، يعني يكون عندي فرق ايش بالاشاره بهذا الشكل. المعادلة هيها in the similar manner تطلع المعادلة بهذا الشكل، شايفين فقط في عندي فرق اشاره فقط. وبالتالي الحل العام للمعادلة لو حطينا ثابت اخر سي 2 معناته الحل العام للمعادلة هو ثابت سي، مش عارف ايش طبيعة الثابت لحد الان، انا هذا مش عارف ايش طبيعة الثابت، هو ثابت التكامل يعني هذا في اي، واخذت الحلين، الحل الموجب الحل الاولى والحالة الثانية، اخذت الحالتين لان عندي اشارتين هون، شايفين عندي حالتين، الحالة الاولى
كانت موجبة هون شايفينها موجبة، والثانية اللي هي النيجاتيف هاي. فهيك خدت ايش؟ خدت ايش؟ الحالتين. طيب طيب لو خدت مثلا الحالة الموجبة، الحالة الموجبة، الحالة الموجبة، وخدت الكونجكت للاقتران، الكونفكس كونجكت، خدت الكونجكت لهذه الدالة الموجية. هلا حطيت كونجكت على سي، لأن أنا مش عارف سي هل هو ثابت حقيقي أو غير حقيقي، فهيك خليت الكونجكت عليه. هلا لو كان سي ثابت ريال، لو كان حقيقي الكونجكت يبقى نفس القيمة الثابت. يعني مثلا ملكي ثلاثة كونجكت، لما أخذ الكونجكت لقيمة حقيقية ما بأثر على الكونجكت ثلاثة. الكونجكت مثل ما بنعرف بأثر على القيم غير الحقيقية اللي فيها اي، شايفين هون مثل هون. هلا هاي الاقتران غير حقيقي حكينا عنه، في اي، لما أخذ الكونجكت لإله، لما أخذ الكونجكت حطيتها لإيش؟ إشارة، غيرت الإشارة تبعته. طيب لو بدي اعمل اشوف هل الفانكشن نورمالايزد ولا لا، بدي اشوف هل الفانكشن نورمالايزد ولا لا، اللي هي الفرضية الأولى اللي هي حكينا عنها، بورن انتربريتيشن اوف سايد، تأويل بورن للدالة الموجية، اني بدي اعمل تكامل للدالة الموجية من مالس انفينيتي لانفينيتي. اول ما بدينا في النظام حكينا البارتيكل هيو كان هيك، كان يتحرك من ماينس انفينيتي، هاي حدوده تو انفينيتي، فبتعمل تكامل هاي المنطقه كلها من ماينس انفينيتي لهذا الاقتران. نعوض هلا بساي كونجكت، هاي دخلناها هون مع اشارتها هيها، وبساي هاي اللي هي الموجبه هيها، هاي قيمه الثوابت، هاي سي كونجكت وسي. لو ضربنا الكونجكت الداله الموجيه هاي، هذا التعريف، هذا الكاتب هو من التعريف، هاي دخلناهم هون. هلا سي كونجكت وسي ثوابت، بغض النظر ثابت حقيقي ولا تخيلي، بنطلعهم لخارج التكامل، هيهم هذا خارج التكامل بطلعهم. هلا هو الاي، انت عارفين ضرب الاي عباره عن جمع، لما احكي اي اي مضروبه في اي بي مثلا، ضرب الاكسبوننشال عبارة عن جمع، اللي عبارة عن اي اي بلس بي، ضرب الاي عبارة عن جمع. ونفس الشيء هون لما احكي اي، طبعا لما نلاحظ هون لما ضاربينهم بدي اجمعهم نفس الكمية هاي وهي، لكن عندي فرق ايش؟ اشارة. يعني هذول لما اجمعهم بتصير اي تو ذا باور زيرو، لان هاي عبارة عن ماينس اي في كي في اكس، وهي اي في كي في اكس، سنتين نفس القيمة لكن فرق اشارة. و اي تو ذا باور زيرو ايش قيمتها؟ واحد. ما شو ضل عندي هون؟ هلا الثوابت طلعناهم وهذول قيمتهم واحد، ما تضل عندي في الداخل فقط اللي هو ايش؟ اللي هو دي اكس، ايش تكاملها؟ اكس هاي. على حدود التكامل من ماينس انفينيتي تو انفينيتي، معناته هذا التكامل يؤول الى الانفينيتي، انفينيتي. يعني الدالة الموجية معناته not normalized، معناته الدالة الموجية the wave function is not normalized. لأنه لو كان normalized في الأصل إنه يعطيني قيمة التكامل هذا يعطينا واحد، اللي هو normalization integral حكينا عنه. اوكي؟ معناته هو ما أعطانا واحد، not equal to one. اعطاني ايش؟ اعطاني انفينيتي. معناته الداله الموجيه لهذا النظام، ايش هو النظام؟ فري بارتيكل ان وان دايمنشن، لهذا النظام الداله الموجيه نوت نورمالايز، نوت نورمالايز. طيب لهذا النظام اللي حكينا لكم، فايند ذا بروبابيلتي اوف فايندينج ذا بارتيكل ات بوزيشن اكس، لو حكينا لكم اوجد احتماليه وجود البارتيكل عند نقطه معينه بعيد، البارتيكل بتحرك في 1 دايمنشن هيو من ماينس انفينيتي
او جد احتماليه وجود نقطه محدده هون مثلا، هذا برضه من الفرضيه الاولى هاي من التعريف، هذا تعريف اللي كاتبه هون، احتماليه وجود البارتيكل هذا من تاويل بورن اللي هو بساي كونجكت بساي، هذا هو احتماليه وجود بارتيكل، هذا تعريف عند نقطة محددة يعطى بهذا الشكل، هاي تعريف. نكتب تعريف بساي كونجكت اللي اخذناه من شوي، هيها هاي بساي كونجكت، يعني بدي اضرب هاي في هاي، بدي اضرب الدالة الموجية، بدي اضرب الكونجكت في الاقتران هذا هون بهذا الشكل، هيو هذا السي كونجكت في السي ثوابت هيو، وهدول مثل ما حكينا ضرب الاكسبرنشال عبارة عن جمعهم فبطلع اي تو ذا باور زيرو اللي هي واحد، هاي فبتطلع البروبابيلتي عبارة عن سي كونجكت في سي، هلا سي ثابت وسي كونجكت ثابت برضه، يعني ضرب ثابتين في بعض بعطينا قيمة ثابتة، يعني كأن احتمالية وجود البارتيكل عند أي نقطة بالفضاء هي احتمالية ثابتة. اوكي، هذا أعطانا ايش؟ إنه احتمالية وجود البارتيكل عند أي نقطة بالفضاء هي احتمالية ثابتة، يعني احتمالية وجوده عند البارتيكل، احتمالية وجوده عند النقطة هاي اللي هو اللون الشمالي، احتمالية وجود البارتيكل عند النقطة هاي أو هاي أو هاي هون أو هون، كلها مثل بعضها. اوكي، عند اي نقطة انا مأشر عليهم باللون الاصفر احتمالية وجود بارتيكل عند اي نقطة بالفضاء هي احتمالية ثابتة، احتمالية ثابتة ثابتة. طيب نشوف هل الفري بارتيكل هذا النظام، هذا الفري بارتيكل هذا النظام، هل يطبق مبدأ هايزنبرغ في لا تحديد، مبدأ هايزنبرغ في لا تحديد، لو هذا المبدأ اللي وضعه هايزنبرغ مبدأ الريبة او الشك، انه عبر هايزنبرغ حكى انه في الانظمه المجهريه لا يمكن تحديد موقع البارتيكل موقعه وكميه تحركه بدقه متناهيه، في عندي خطا اما في تحديد الموقع او تحديد كميه التحرك، لا يمكن احدد الاثنين مع بعضهم البعض بدقه متناهيه، لابد يكون في عندي خطا، عبر عن الخطا بهاي الكميه لو اتش بار على 2. بدي اثبت هل هذا النظام اللي هو الفري بارتيكل يطبق مبدا هايزنبرغ او لا. طيب هلا النتيجه طلعت معي من شوي، حكينا احتماليه وجود البارتيكل عند اي نقطه بالفضاء هي احتماليه ثابته، طلع معنا هون، ها برجع لها هون، هي ثابت اللي هي the probability of finding the particle at position x، لما حليناها طلع قيمته ايش؟ طلع قيمته ثابت. هذا ايش معنى انه ثابت؟ انه there is an equal probability of finding the particle anywhere on the x-axis، انه البارتيكل الاحتماليه متساويه لوجوده عند اي نقطه بالفضاء، بالتالي لا يمكن احدد موقع البارتيكل، لا يمكن احدد موقع البارتيكل، لا يمكن احدد موقعه. اوكي، لا يمكن احدد موقع البارتيكل، البارتيكل هيو حكينا احتماليه وجوده عند اي نقطه هي احتماليه ثابته، هي احتماليه ثابته، بالتالي لا يمكن تحديد موقعه، ولا يمكن تحديد موقعه، وبالتالي التغير باكسل هيعطينا ايش؟ انفينيتي، لا يمكن تحديد موقعه، لا يمكن تحديد موقعه، اوكي؟ لا يمكن تحديد موقعه. طيب وبالتالي التغير في اكس راح يعطينا ايش؟ انفينيتي. طيب نشوف فيما يتعلق في كميه التحرك، هل يمكن تحديد كميه التحرك او لا؟ طيب نيجي للهرم في الطاقه، الطاقه بشكل عام علاقتها الطاقه مع المومنتم تعطى بهاي الشكل من التعريف، هاي الطاقه لان من وين جاي هاي؟ لان حكينا الطاقه الكليه للنظام كانت عبارة عن طاقة حركية فقط، ما في طاقة وضع، والعلاقة بين الطاقة الحركية والمومنتم تعطى بهذا الشكل،
العلاقة بين الطاقة الحركية بالمومنتم اللي هو مربع المومنتم على 2m. اوكي هلا من هو من المعادلة هاي حلوا لي اياها بدلالة مربع المومنتم، يعني بي اكس تربيع عبارة عن 2m في اي، هيها 2m في اي. اوكي وهي من وين جاي هاي؟ هاي من التعريف. هلا من التعريف لما احنا اثناء الاشتقاق افترضنا انه 2 ME على H بار تربيع يكوال K تربيع. هلا حلوا لي المعادلة بدلالة 2 ME، 2 ME ايش تساوي؟ لو K تربيع في H بار تربيع. هي 2 ME هي عبارة عن K تربيع ب H تربيع. اوكي هاي كتبها 2 ME عبارة عن K تربيع في H بار تربيع. هلا هاي تعريف هاي مربع المومنتم، مربع المومنتم ايكوال K تربيع في كلهم تربيع فيهم. خذ الجذر التربيع للطرفين، خذ الجذر التربيع للمربع بصير في اكس هي هون، وخذ الجذر التربيع لهاي لو K في H بار. معناته انا تم تحديد كميه التحرك بدقه بعد هذا النظام، تمكنت من تحديد كميه التحرك بدقه لانه معرف بمعادله، يعني المومنتم عباره عن كي، كي هو ثابت واتش بار برضه ثابت. معناته تم تحديد المومنتم لهذا البارتكل بدقه ولم يتم تحديد موقعه. معناته هذا توافق مع مبدا هايزنبرغ، معناته ما في عندي خطا في تحديد كميه التحرك، لكن في عندي خطا في تحديد ايش؟ الموقع. بالتالي we know the momentum of the particle exactly. يعني ملخص القول انه هذا النظام بالرغم شو بدنا نعتبره هون، هذا النظام بالرغم انه الداله الموجيه له not normalized مثل ما حكينا، برجع برضه في الحل شوي هون، هاي the wave function not normalized، بالرغم انه الداله الموجيه لهذا النظام اللي هو free particle، الداله الموجيه اللي بتعبر عنه هاي الداله الموجيه هاي اللي اشتقيناها هاي not normalized، الا انه يطبق مبدا هايزنبرغ. طبقت مبدا هايزنبرغ انه تمكنت لهذا النظام من تحديد كميه تحركه بدقه، لكن ما تمكنت من تحديد موقعه. ليش ما تمكنت؟ ليش؟ لماذا لم اتمكن من تحديد موقع البارتكل؟ لانه كان يتواجد باحتماليه متساويه على طول الفضاء، لانه ايش احتماليه وجوده كانت دائما ايش ثابت، فلا يمكن احدد موقعه. يعني ما بعرفش هو الموجود هون البارتكل ولا هون ولا هون، لان احتماليه وجوده عند اي نقطه بالفضاء هي احتماليه ثابته. فبالتالي انا لم اتمكن من تحديد موقعه. معناته we know the momentum of the particle exactly، انا تمكنت من تحديد كميه تحركه بدقه، but we know nothing about the location of the particle، فيش عند اي معلومات حول موقعه. معناته عمليا انا فعليا طبقت او مبدا هايزنبرغ تم تطبيقه على هذا النظام، اللي هو ايش بحكينا؟ it is impossible to specify simultaneous both the momentum and the position of the particle. مبدا هايزنبرغ بشكل عام ايش بحكي؟ لا يمكن او مستحيل اني احدد بشكل آنيا احدد المومنتم وكميه المومنتم وموقعه بدقه. بحدد واحد منهم بدقه متناهيه والثاني يكون في عنده خطا. طيب هلا نشوف شو النظام عام. انا راح اذكر ذكر الان في المحاضره هاي، يعني احنا اخذناه لحد الان مش النظام الرئيسي اللي تم حل معادله شرودنجر له، انا فقط النظام اللي اخذناه الان الفري بارتكل، وفقط كمقدمه حتى اعرف كيف بدي احل معادله شرودنجر. يعني النظام الحقيقي اللي تم حل معادلة شرودنجر له اللي هو هذا، هو اللي هو بارتكل ان ون دايمنشن بوكس، صندوق محدد. النظام اللي اخذناه كان مفتوح البارتكل، ما
مع ان الحركه مفتوحه له، كان هيك بارتكل بيتحرك من ماينس انفينيتي، من ماينس انفينيتي تو انفينيتي. هو لا هون حاطه داخل ايش انفينيت ويل، يعني عباره عن بئر لا متناهي. هلا بشوف ايش هو. لكن a particle in one dimensional box is a fundamental quantum mechanical approximation describing the translational motion of a single particle confined inside an infinitely deep well from which it cannot escape. اللي هو هذا النظام. بس خلينا نشوفه بعدين نرجع لهم. هذا النظام، هذا هو تم حل معادلة شرودنجر له، عبارة عن particle مثل 2m بتحرك في بعد واحد، في بعد واحد داخل بئر لا متناهي. شو معنى بئر لا متناهي؟ حركته مقيدة، حركته مقيدة، مش من ماينس انفينيتي تو انفينيتي، مقيدة دائما من صفر لأل. ال طول الصندوق، له جدارين، له جدارين، يمتد الجدارين إلى ما لا نهاية. بالتالي البارتيكل مقيد بالحركة هون فقط، مقيد بالحركة هون، لا يمكن يخرج خارج الصندوق، مقيد بالحركة داخل الصندوق. أول نظام أخذناه ما كان في جدارين، ما كان في عنده جدارين، بالتالي كان هو فري بارتيكل، فري فري موشن. هذا اللي مذكور هون. هيو ذا مو سنجل بارتيكل، سنجل بارتيكل مقيد بالحركه داخل انفينيتلي ديب ويل، بئر لا متناهي لان كان له جدارين يمتدوا الى ما لا نهايه، وبالتالي لا يمكن انه يهرب خارج الصندوق، لا يمكن انه يهرب خارج الصندوق. هلا حتى احل هاي المساله to solve the problem for a particle in one dimensional box we must follow the following steps. يجب اني اتبع الخطوات التالية لحل هذا النظام. بتتبع الخطوات التالية: اول define the potential energy، بتعرف طاقة الوضع لهذا النظام. solve the Schrödinger equation، حل معادلة شرودنجر، وهي معادلة شرودنجر عبارة عن معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية مثل ما شفنا الآن، معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية. بالتالي لها حلين، معناته بدي أحل هاي المعادلة فيما يتعلق في الدالة الموجية أو الدوالة الموجية لإلها، وبدي أحلها فيما يتعلق بإيش الطاقة الألاود إنرجي، الطاقة المسبوح بها. هاي الخطوات لحل هذا النظام. هذا هو النظام، برجع له. هاي عندي مثل ما حكينا هون بارتيكل كتلته ام، في عندي ثلاثة مناطق، المنطقة الأولى والثانية والثالثة. المنطقة الثانية اللي هي داخل الصندوق، على كذا الصندوق هذا له جدارين يمتدوا إلى ما لا نهاية. هذا البارتيكل، هذا البارتيكل له جدارين يمتدوا إلى ما لا نهاية. على هذا البارتكل حتى يخرج خارج الصندوق، حتى يخرج خارج الصندوق هون أو للجهة الثانية هون، بده يتخطى هذا الحاجة، بده يتخطى هذا البارير، بده يتخطى هذا الجدار، يعني جدار يمتد إلى ما لا نهاية. هلا حتى هذا البارتكل يتمكن من الوصول إلى نهاية الجدار ويخرج الخارج، بده طاقة، بده طاقة قيمتها انفينيتي، بده انفينيتي من الطاقة. لكن هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، لأن احنا بنعرف ان الطاقة، بنعرف انه الانيرجي از كوانتايز، ان الطاقة مكمة، الطاقة مكمة، انه البارتكل له حدود للطاقة، البارتكل له حدود للطاقة مثل ما حكاها بلانك اللي قيمتها اتش في نيو. فبالتالي لا يمكن ايش هذا البارتكل، لا يمكن لهذا البارتكل انه يمتلك طاقة لا نهائية، ما له طاقة، له حدود للطاقة. فبالتالي هذا البارتيكل من المحال انه يخرج خارج الصندوق، هو مقيد بالحركة في الداخل، يعني لا يتمكن بالخروج لا من الجهة هاي
ولا من الجهة الثانية، ولا انه ينط من هون ومن هون. اوكي، معناته هاي المناطق الثلاثة الموجودة عنده هون مثل ما بحكي هاي النقاط العامة لهذا النظام. The particle can move freely inside the box. البارتكل يتحرك بشكل حر داخل الصندوق بهاي المنطقة من زيرو لعل، من زيرو لعل تحرك في المنطقة هاي. هلا البارتكل فري في الداخل، لما يكون موف فريلي يتحرك ايش بشكل حر، بالتالي طاقة الوضع له مثل ما اخذها من شوي قيمتها زيرو. لما تنشل انرجي اوف ذا بارتكل انسايد ذا بوكس از زيرو. هلا طاقة الوضع في الخارج على الجدارين وفي الخارج قيمتها انفينيتي. يعني طاقة الوضع لها تعريفين هيها. طاقة الوضع لهذا النظام مثل ما معرف في المنطقة الثانية زيرو، في ريجن 1 و 3 انفينيتي. معناته البوتنشال انرجي لهذا النظام اما زيرو او انفينيتي. زيرو داخل الصندوق بين زيرو ال، على اي مكان اخر خارج المنطقه هاي قيمتها ايش؟ انفينيتي، اللي هي ريجن 1 و 2. يعني هاي في المنطقه رقم 2 ريجن 2، هاي في المنطقه ريجن نمبر 1 اند 3. طيب خارج الصندوق، خارج الصندوق دي المنطقة الأريح أو الحلها اللي هي واحد وثلاث، واحد وثلاث هاي واحد وثلاث. راح أحل المنطقة هاي واحد وثلاث على V قيمتها انفينيتي المنطقتين هذول، وتي هاي تعريفها مثل ما أخذناها من شوي وبنعرفها هكذا بنكتبها مباشرة. النظام في one dimension، بالتالي الهاملتونيان عبارة عن تي زائد في. بنعوض هلا هاي تي هيا وهي في انفينيتي. بعدها بننتقل لمعادلة شدينجر تايم اندبندنت شدينجر اكويشن، بنعوض فيها، بنعوض الهاملتونيان هون هاي تعرفه، هاي تعرف الهاملتونيان هذا بالصاي. بعد من مثل ما اخذتها بشوي بنوزع بساي، بندخلها على الحدين هون وهون على الحدين. اوكي، بعدين بتخلص من هذا الكوفيشنت اللي هون بعمله واحد، فبضرب الحدود الثلاث في هذا الكوفيشنت. الحد الاول هاد هذا هصير قيمته واحد، هذا ما في مشكله. الحد الثاني على اي شيء بضربه في انفينيتي يبقى انفينيتي ما بتغير. والحد الثالث هي في اي اللي هي ماينس 2 ام اي على اتش بار سكوير، هي شايفينها. هلا هاي الكميه هاي وديها لهون، على اي شيء بجمع له انفينيتي او بضربه في انفينيتي بتحول لانفينيتي، يعني هاي كلها صارت انفينيتي. هاي هلا لما جبت هاي لهون على اي شيء بجمع له انفينيتي يبقى انفينيتي. اوكي، صار هيك شكلها. اوكي، يعني مليون زائد انفينيتي انفينيتي، مليار زائد يعني انفينيتي بتعطي انفينيتي مهما جمعت لها شيء، مهما جمعت لها كميات متغيره غير متغيره، اي شيء اي شيء بجمع له انفينيتي يعني انفينيتي زائد اي شيء كي بهمني شو شيء كي ما بهمني شيء كي شيء كي بعطيني انفينيتي، بعطيني انفينيتي. هاي هاي طبعا انفينيتي لما اوديها ما بتغير اشارتها، ما هي انفينيتي. لا مش احكي والله لما اودي انفينيتي على الجهه الثالثه صارت مايلس انفينيتي، لا ما في من هذا الحكي. انفينيتي لو وديته هون ولا هون يبقى انفينيتي. هلا ايش حل هاي المعادله؟ هاي عباره عن معادله تفاضليه من درجه ثانيه. ايش حلها؟ انه الداله موجيه اشتقيتها مرتين، يعني كان بحكي هيك اقتران، هيك بحكي اقتران اف دبل برايم المشتق الثاني لإله اعطاني انفينيتي في الاقتران. ايش الحل البديهي لهي المعادله؟ هاي معادله اقتران معين اف، اقتران معين اف اشتقيته مرتين، الاقتران رجع كما هو لكن مضروب بانفينيتي. ايش في اقتران بالرياضيات يحقق حل هاي المعادله؟ ايش في اقتران رياضي يحقق حل المعادله هاي؟ الاقتران او الحل الوحيد لهي المعادله هو حل بديهي
يطلق عليه تريفيال سوليوشن، تريفيال سوليوشن، انه اوريدي ما في اقتران. هو فعليا ما في اقتران بالرياضيات، لا يوجد اقتران رياضي يحقق حل المعادله هاي. انه اقتران معين اشتقه مرتين، هاي مثل هون اشتقيته مرتين، هيها شايفين هاي الاقتران رجع كما هو، هي هون رجع كما هو الاقتران، لكن مضروب في ايش؟ في انفينيتي. فعليا ما في اقتران يحقق حل المعادله هاي، الا انه اوريدي ما فيش اقتران. العافيك والدير. اذا هذا حل المعادله هي، هذا هو حل المعادله. ايش معناته؟ هذا حل بديهي، هذا حل بديهي للمعادله. In other words, the particle cannot go outside the box. لأن حكينا هون نرجع للنظام. أيوة. هلا حكينا الـ particle لا يمكن يخرج خارج الصندوق. الـ particle لا يمكن يخرج. مش هيك حكينا؟ وبالتالي الـ particle لا يمكن يتواجد في الخارج. الـ particle لا يمكن يتواجد في الخارج. فمنطقيا الدالة الموجية خارج الصندوق مثل زيرو في المنطقة الثانية والمنطقة الثالثة. وشو معنى الدالة الموجية؟ حكينا قبل هيك، الدالة الموجية عبارة عن خيال أو ظل البارتكل. يعني هذا البارتكل ما دام هو موجود، ما دام هذا البارتكل موجود له دالة موجية موجودة. الدالة الموجية هي مرافقة له أينما وجد. الدالة الموجية اللي هي الويف فانكشن هي مرافقة لوجود البارتكل، وهي مؤشر على وجوده. الدالة الموجية هي مؤشر على وجود هذا البارتكل. لما احكي والله الدالة الموجية قيمتها زيرو، معناتها البارتكل غير موجود في الخارج. وهذا اللي حكيناه، حكينا البارتكل هو مجبور انه يبقى في الداخل، لانه اذا بده يخرج بده طاقة لا نهائية، وهو لا يمكن يمتلكها، لان الطاقة عندي طاقة مكمة. فبالتالي منطقيا انه الدالة الموجية في خارج الصندوق قيمتها زيرو. وهذا يتوافق مع ايش؟ الحكي اللي حكيناه في البداية. In other words, the particle cannot go outside the box. The particle has zero probability of being at walls or outside the box. إنه احتمالية وجود البارتكل على الجدارين أو خارج الصندوق احتمالية قيمتها إيش؟ زيرو. يعني ما في أي احتمال إنه البارتكل يتواجد خارج الصندوق أو حتى على الجدار، لأن الجدار برضه البوتنشال إنرجي له إنفينيت. أوكي.